ايه رايك؟ لا يعني جميل والله. الناس كلها بتتكلم، يعني خلينا نتكلم عن مباراه كاس العالم. مباراة كأس العالم الحلم راح وجيه، راح وجيه، راح وجيه، راح ده لا وجيه. حكاية. كأس العالم ده ايه؟ قول. ده أنا أصلا أنا كنت بلعب طول تصفيات أساسي، فجينا في الماتش ده المستر كور قعدني احتياطي فيه، وما كنتش مصدق الماتش ده اللي هو التورته بتاعت التصفيات كلها، الناس جايه تحتفل خلاص هنصعد اخر ماتش، فكنت احتياطي ما لعبتش وكده. فجينا كان اول الشوط كان 0-0، فجينا ما بين الشوطين دخلت الاوضه انا مش هلعب خالص، دخلت ربطت رجلي، لبست شنكاري، ربطت ايدي في كريم كده زي كريم بيسخن، كريم بتحطه على مثلا رجلك كده عشان تخش في الماتش بسرعه، اللي هو ما تستناش ايه وقت. ف عبد الله السعيد لقيته جاي للاوضه بيدمع بيعيط بيدمع جامد، فبقول له في عبد الله، قال لي الماتش ده شكلها مش هنصعد. قلت له ما تقلقش ان شاء الله. قال لي يا تريزيجيه لازم تنزل تعمل حاجه. قلت له والله انا مستني، انا لبست اهوت ومستني مستني الاشاره. قعدت على الدكه، قعد نزل انا وسعد، قلت له سعد الماتش ده عندي. اللي حصل بقى قبل الماتش ده حجازي، واحنا في الاوضه، كوبر كان بيجيب لنا زي قبل الماتش خالص. بيجيب لنا فيديو كده زي موتيفيشن، حاجات بقى تحفيز. تحفيز. فانا جايب حركه بتاعت غانا، ضربه جزاء بتاعت غانا في التصفيات، فحجازي لما مسكني من رجلي كان قاعد جنبي قال لي في واحده النهارده. لا يا راجل. قلت له عم بس سيبني عشان انا مش مركز. هلعب مش هلعب انا شايل التصفيات كلها وجيت الماتش ده ملعب مش هلعبني. والناس جايه تحتفل، فنزلت ماشي بسعد، قلت له يا سعد الماتش ده عندي. والله العظيم هذا حصل. بعد 5 دقايق من الشوط الثاني نزلت وخلاص، الحلم كان ده خلاص، كان ده الحلم يعني، ده انتهى خلاص. احنا كنا في الاستاد اصل الماتش ده. لا الحلم كان ده. وبعدين الكره ديت انا مش عايز اقول لك ان لو في 1000 لاعب ممكن ما يحطش رجله. لا استحاله. هات اقسم هتعمل بالله كده. انا وبعدين هديك اقسم بالله رجلي كانت هتتقطم. تتقطم بمعنى الكلمه. انا حاطط رجلي يا قاتل يا مقتول، وما فيش حل. اخر كره في الماتش. هو خلاص اكسرها، بس ايه اللي بعدها هيلعب. مش مشكله اكسرها، بس اللي بعدها هيلعب. اللي بعدها هيكمل يلعب كاس عالم، وبدل توصل كاس عالم مش مهم انا العب. حتى اخسر النادي بتاعي كمان. ما فرقش معايا اي حاجه. والحمد لله صلاح ربنا وفقه وجابها، وحجازها اهوت عشان ما ازعلش، حطها لي حطه حلوه عشان بيزعل. حلوه دي. وطارق حامد كان هيموتني. مين؟ طارق حامد. طارق حامد نط. ما طارق على طول كده. طارق على طول دايما طريقه تحت، حتى مع لعيبه الزمالك. على طول. هو طريقه احتفاله. انا بجيب الجون في المنتخب واطلع اجري منه. انا بجيب الجون وعندي هدف تاني بعد عن طارق. هنا في الكوره دي. بالظبط. طارق جميل، شخصيه جميله. طيب. الحلم راح وجي راح وجي، كنت بتفكر ازاي وانت في الماتش؟ مفيش. هو الجون دخل فينا في وقت صعب جدا، صعب قوي، صعب جدا. وبعدين انت تبص في وشوش اللعيبه كلها خلاص الموضوع خلص. ببص على الدكه خلاص كله قعد خلاص، ما فيش حاجه. لحد انا قبل ضربه الجزاء ديت انا ليا ضربتين جزاء غيرهم، الحكم ما حسبهمش. مظبوط. بس دي اللي كانت المهمه. دي بقى اللي هو احسب، هتحسبها. هو حسب ضربه الجزاء ديت عشان في 2 قبلهم هو متردد يحسبهم ولا لا. فهو ما شاف ديت. لا يا ده اصل دي ضربه جزاء رسمي، ديت قطم. قطم رجلي بجد. اللي هو دوبك انا لمستها، بس انا لمست الكوره اضرب المسني، بس هو ما لمسنيش. ده هو ولو ما كانش لمسك كنت هتجيبها جوه. لا يعني لا ما كنتش. انا مستحيل مستحيل. انا كل اللي كان هدفي المسها بعيد عنه. اللي هو ما يلمس يلمس رجلي. فالحمد لله ربنا وفقنا يعني، ورحنا كاس عالم. كان حلم، حلم بلدي يعني كامله يعني. الماتش ده ما فكرتش انت تشوط ركله الجزاء؟ ما هو صعبه. لا هي صعبه اكيد، ما حدش يقدر يقول سهله. بس كوبر كان حاطط ترتيب صلاح، عبد الله، مش عارف حجازي، ما كانش حاططني. فما ينفعش اخد الكوره واخش اشوط في الوقت ده بالذات. وانا كمان الخبطه كانت الخبطه وجعت رجلي جامد. الخبطه انا غبت الماتش اللي بعده في الدوري. كانت خبطه صعبه شويه. فصلاح اللي شاط، صلاح دخل شاط بقى ربنا وفقه، كان 100 مليون ب قلت له تفكر في انت مش، قال لي انا احطها في الجون، في 100 مليون بيشجعها، هتحط في الجون هتخش. يعني هو كان بيفكر كده ساعتها. احطها في الجون. الناس كلها عماله تعيط. ايوه بس يعني تفكير يعني عارف اللي هو ايه، ماتش صعب قوي. و100 مليون ده 100 مليون. في منهم 100 في الاستاد
وفي 99 مليون بره مستنيين الكره دي، ده ما فيش حد ما كانش بيتفرج على الماتش ده. لا كان، فازاي التفكير كده صعب؟ لا صعب وضغط نفسي جامد، بس هو صلاح صلاح عشان كده هو صلاح.